والمتعلق بالإعلان الذي أطلقته وزارة الداخلية لفتح باب الانتساب لشرطة الآداب العامة، ينضم إلينا من جديد مدير إدارة الآداب العامة النقيب عبد الوهاب دعاس. أهلا وسهلا بك سيد عبد الوهاب. حياك الله أخي الحبيب، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي، أنت والمستمعين أسعد الله مساءكم. حياك الله. بداية لو تحدثنا عن شروط الانتساب لهذه أو لهذه الشرطة، ومن يحق لها التطوع في هذا السلك؟ تبشر أخي الكريم، أولا أن يكون من خريجي كلية الشريعة أو معهد شرعي متوسط، وأن لا يقل عمره عن 30 عاما ولا يزيد عن 40، وأن يكون سليم البنية الجسدية والصحية ويتمتع باللياقة البدنية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون غير محكوم بجناية أو جرم شائن، وأن يجتاز الدورة المقررة بنجاح إن شاء الله. نعم، هل المنتسبين من حملة الشهادات لهم أحقية في على حساب معاهد أخرى، يعني مثلا كلية شرعية أو معهد شرعي، أم أن الشهادة ليس لها دور في هذا الأمر؟ أخي الحبيب، كلا الشهادتين إن شاء الله ستكون مقبولتين، ولكن بشرط أن ينطبق عليها المعايير بإذن الله. نعم، نتحدث أكثر سيد عبد الوهاب عن الدورة المعلن عنها التي سيخضع لها المنتسبون، لو تضعنا بصورة أكثر أو تفاصيل أكثر عن هذه الدورة. تبشر أخي الحبيب، ستتضمن هذه الدورة بالكورسات والحقائب التدريبية في مجال العمل الشرطوي وبعض العلوم الشرعية ذات الاختصاص وذات الصلة، وذلك لكسب الكوادر أو لإكساب الكوادر الخبرة اللازمة لمهامهم في خدمة أهلنا في المناطق إن شاء الله المحررة. نعم، ختاما هذا ما ربما هو السؤال الأهم، ما هي المهام الموكلة لشرطة الآداب وأين تنتشر فروعها، خاصة فيما يتعلق بالتسجيل للانتساب إلى هذه الدورة؟ المهام أستطيع أن أختصرها بكلمة واضحة، وهي منع المخالفات الحالة الظاهرة، وشيء من التفصيل، كل ما حرم تحريما قطعيا وهو مشهور التحريم، وكل ما استقرت أهل العلم في هذا البلد الكريم على تحريمه، وكل المخالفات الاجتماعية الظاهرة، وكل ما يمس الذل العام أو كل ما منعه القانون بلوائحه أو ما سيصدر عن الوزارة بتعاميم رسمية. نعم، ختاما الفروع، أين تنتشر فروع هذه الدورة، أماكن الانتساب أو طلبات الانتساب؟ أخي الغالي، سيتم إحداث إن شاء الله 3 أقسام كمرحلة أولى، وتتوزع هذه الأقسام على الشكل التالي. نعم. القسم الأول في مدينة إدلب ليغطي المدينة وما حولها، والقسم الآخر في المنطقة الشمالية وسيكون مركزه في مدينة الدانة، والقسم الثالث سيكون في مدينة تلقين، وبإذن الله سيتم التوسعة لباقي المدن والبلدات بحسب الحاجة العالمين. نعم، أكيد نسأل الله لكم التوفيق وأن يعم الأمن والأمان مناطقنا المحررة. مدير إدارة الآداب العامة النقيب عبد الوهاب دعاس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.